عليكم. هانت الدار شتيها ولدي كلها، هادي راه غادي تطيح. شحال نتوما ساكنين هنا بعدا؟ حنا شي 60 عام. سميت هاد البلاصة؟ درب السعد. درب السعد حي مولاي رشيد. حي درب السعد الحي محمدي. الزنقة 36 الدار 18. بالنسبة نتوما كتعانيو 60 عام كل عاني شو؟ كنا كنعانيوها في 60 عام هنايا حنا في أنا ساكنة في السطح. عندي ثلاثة الوليدات أنا وراجلي. كنعانيو البرد فينا والشتا فينا. وكل عام كنقولوا الله يحفظ غتريب علينا، ورا الشقة طالعة من التحت من السفلي البروميان الدوزيام وخارجة عندنا في السطح. وجيراني هادو نيت مالين الدار اللي تحولوا، راهما تحولوا على سبب قالك الدار غطيح، تحولوا على هاد السبب قالك الدار غتريب. حنا دابا ولدي حنا في الخطر، كنتمناو من الله تبارك وتعالى ومن جلالة الملك ومن السيد الحموشي يدير لينا شي تاويل ديال الخير، يدير يشوف من حالنا. راه الله اللي كيعلم، هو ما تجي تريب علينا تقتلنا حنا وليداتنا. هادشي اللي والسلام عليكم. كيف ما كنبقى على المايك، كيف ما دشنا ذاك العام كان السقوط ديال بعض المنازل هنايا، اه ولدي حسيتو بالرعب؟ حسينا ولدي بالرعب، اقسم لك يمينا انا بعدا ما عادش يومين ولا هادي ما كنباتش في الدار. على قبل هذاك على قبل هذاك وديما كنبات مخلوعه، كنشاهد وكنعس، ودابا قسما بالله الا مخلوعه ملي كتبدا الشتا تصب مخلوعه، حق لا اله الا الله. خصوصا انتوما الساكنه سمعناهم كلهم كيقول لك ما كتجي الشتا كنتخلعوا. كنتخلعوا هاد الصف دابا كامل، شتي هاد الدار اللي حدانا الاخرى راه هما خرجوا منها. والاكثريه شكون اللي واكل دق هاد الدار؟ حنا من الروض، حنا ما مكالي انا تدار من الناس سيدي ربي والروض. انتوما طحتوا صافي مشي لا لا حنا في يد الله، في يد الله ولدي. ودابا انت شتي وريناك. وبالنسبة دابا نتوما قلتوا السلطات، قلتوا الناس المعنيين بالأمر؟ مشينا قلناها ليهم. اش قالوا لكم شنو الرد ديالهم؟ قال لك جيبوا الخبير و وشو الخبير قامتوا؟ لا مازال ما جنا، كنتمنى حنا ديجا بعدا جبنا لنا الصحافة وصوروا وما كاين، وجا المقدم شاف داك الشيء ولكن ما كاين شي جديد. ما كاين شي جديد، راه 60 عام دابا هاد الديور هاد وليهم شي 120 عام باش هما بليل. شي 120 عام، حنا كنطلبوا من الله وجلالة الملك هو يشوف من حالنا، يدير لنا شي تاول قبل ما يطيع علينا الردم نمشيو حنا ووليداتنا. راه الله اللي كيعلم اولدي، الله يفرجها. ما عرفنا شكون السابق. ما عرفنا شكون السابق، داك الشيء اللي كاين الله يجعل صدر ربي يفرج علينا وعلى جميع المسلمين. هذا الشيء اللي غنطلب. شكرا. صافي بيه. هانتوما الدار هائله للسقوط، راك شتو الدار تما طايحه والباب تا هو طايح، وحنا هذا البيت كارينو ب 6000 ريال وساكنين فيه 6 نفوس، قاعده فين نمشيو راه غادي نمشيو، وعندي مازال وليد صغيور كنت جالسه في الصباح كنفطر وولدي كيحبو جاب الله ما كانش حدا قدام الباب، طاحت الدار راك شتي كلشي على عينك، ما بغيت نجمع حتى شي حاجه تجيو تشوفوها. دابا انا كنطالب بغاوني نخرج من هنايا تكون شي سكينه، وداكشي اللي درتوه حنا معاكم فيه. شكرا. بالنسبه للمشكل اللي وقع لكم في السلطات ولا ما عمري كاع مشيت كاع حاولت نفكر نمشي للسلطات داكشي. اليوم في الصباح مشيت انا والسيده جارتي دينا لهم الصور وداكشي، صورنا هاد الباب ومازال في السطح راك شتو كلشي بعينيكم، صورنا ودينا لكم قال لكم حتى 3 ايام ونشوف شنو غنديروا معاكم. بالنسبه نتوما في الساكنه كتعيشوا الرعب في هذه الايام؟ كنعيش الرعب بزاف خصوصا في الشتاء، ضروري في الشتاء خاص تكون عندنا شي معاناه، طيح شي دالة ضروري. هادشي راك شتي اخويا كلشي على عينك، وعندي دري صغيور ايوا كان عندي فين نمشي انا مابقاش جالسه كاع هنايا. كيف وقع السيناريو اللي وقع هذاك العام طاحوا الديور؟ شتي هذاك العام بداك العام ملي طاحوا الديور نيت واحد المرة كانت جالسة معنا هنايا وقع لها المشكل، وتحنا كنا خايفين انا واحد هذاك العام ما ريحتش كاع هنايا، مشيت جلست مع الوالدة ديالي، والدي ديالي قالت لي ما نقدرش نخليك جالسة هنايا، ولكن ما الله شاهد علينا الا 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 كذبنا ولا درنا شي حاجة راه ربي شاهد. بالنسبه نتوما كساكنين شنو نداء السلطات ولا شنو؟ انا كنادي السلطات لكان شي حل يديروا معانا، راه والله حتى كنعيشوا معاناة خصوصا في وقت الشتاء كتعاني، خصوصا في وقت الشتاء بزاف كاع، وساكنين 6 نفوس ماشي حتى جوج، واحد غطيباني راسك في شي بيت اخر ولا هادو، و 6000 ريال ما كانت شي بيت انا غنلقاه نسكن فيه ب 6000 ريال، راه ما بقاش جالسه كاع هنا، ما بقاش البديل، ما كاينش البديل.